Ouais, tant de grenades, tant de grenades. Tant de grenades. Pas de vraies grenades. اذا اهلا وسهلا بكم مشاهدين شو تيفي في هذا اللقاء المباشر من مدينه الدار البيضاء. اليوم معنا هذه الاسره اللي بتعاني من الفقر بسبب هذا السيد مسكين كان خدام واحد النهار كان طالع في السلوم طاح على راسه، يعني وقع لي واحد المشكل في الراس ديالو، تحبس لي الدم داخل من تما، يعني تقلبات الحياه ديالو راس على عقب، يعني مابقاش خدام ولاو في مشاكل. مرتو حتى هي كذلك عندها المشكل ديال السياتيك، الوليدات ما مسابيش لهم حاله مدنيه، يعني ما بقاش كيقرا وتما تصاب بامراض يعني خطيره، وهذا الشيء كامل اللي ادى بان ما بقاش كيخلصوا الشركه ديالهم ولا عندهم مشاكل. يعني نخليكم تسمعوا تفاصيل اكثر عند الزوج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قدم لنا نفسك وقول لنا المشكل. معكم رشيد. ودي عندي مشاكل ديال الفقر بحال هكذا النيت، ولكن عندي الوليدات وانا باغي الوليدات ديالي هما اللي المشكل. لا عاودي لي كيفاش وقع لك المشكل؟ كيفاش كنت خدام توقع لك؟ كنت خدام، كنت نورمال، كنت مزيان، كنت خدام وكنت كاري بريت ما كان وليداتي كيقراو مزيان، حتى طاحت الطيحه هذه الراس ديالي صافي ما بقاش كنعمل. مشي على راسي؟ واه على راسي خرج داك الوقت. لا ما مشيتش، ما عنديش باش غنمشي لكم، مشيت للطبيب. ما مشيتش، ما عندي باش غنمشي للطبيب صافي، هي هذيك ما بقاش خدام صافي، وليداتي مساكن تشردوا. تشردنا دابا كريم بيت ب 1000 درهم وما عنديش باش نخلص. علي ما عنديش باش نخلص. وما عنديش حتى الحاله المدنيه، عندي الحاله المدنيه ومازال ما حطيتش وليداتك الحاله المدنيه. ما عنديش باش غنحطهم، خصني ندير لهم تبوت الابوه، حيت تعطلت بزاف عليهم، خصني ندير لهم تبوت الابوه عند العدول، وما عنديش باش ندير. عندي العقد الزواج، عندي الحاله المدنيه، عندي كل شيء. الظروف عاد ظروف الفلوس الماده، الظروف الماديه، الظروف الماديه هي اللي دايره. وانت اليوم اسيدي شنو كدير؟ شنو كتخدم؟ شنو كتصرف على العائله ديالك؟ والو المراه ديالي مسكينه اللي مشات تطلب صافي، انا ما عندي ما مره خدام، مره ما كنخدم نهار يومين ما نخدمش، نخدم يومين سيمانه ما نخدمش. والاولاد ديالك شنو المرض اللي تصابوا به؟ انت ما عندهمش؟ كانوا تصابوا بداك المرض، شافوا كانوا تصابوا بديك المرض ديال الجربه. بسبب واحد راجل خالتهم جا عندنا كنعس في السبيطار فيه الجربه، جا عندنا قاسوا ديك الجربه، يعني كنت توقفوا على الدراسه ولكن تشافوا ورجعوا للدراسه فاش حبستهم كورونا صافي، من تما ما بقيتش خدام. ما بقاش عندك باش توفر؟ ما بقاش باش نوفر. ما حاولتيش تمشي للمدرسه تطلب للمدير ولا هذا تقول لهم؟ مشينا عندهم، مشيت عندهم، مشيت عندهم، ماشي مره ماشي جوج اخويا، ما درت معايا حتى حاجه. كيقول لك هذوك مشيت عندهم، مشيت عندهم ماشي مره ماشي جوج. ها شنو قال لك؟ هاكاك عارف كيما كيصيفطني وصافي سير نقول لك كان عندهم مرض، كان عندهم مرض، كان عندهم كذا كذا كذا. اي واحد بغى يدخل كيقولوا لهم كان عندهم مرض ديجا، هما اصلا اللي حبسهم من المدرسه. حنا ما حبسينهمش، ما حبسناهمش من المدرسه. حنا ما حبسناهمش من المدرسه. اي واحد يعني دابا اللي بغى يوقف معايا وكيقول لي نعاونك وهذاك الشيء باش 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 نرجعهم يقراو، مي كيمشيو عنده، ومشيت عنده انا بنفسي لقيته داير اضراب، ما بغاش كاع يهضر معايا. قلت له غير وريني شنو ندير، كيقول لي سيري سيري شوفي شنو غادي ديري لولادك، انا ما عندي ما غادي ندير لك دابا، انا ما غاديش نعطيك حتى شي حل. قلتها لهم، مشاو عنده ناس وحدين اخرين كاع بشهادات ديال الناس وحدين اخرين مشاو عنده، والو ما بغاش يدير معنا حتى شي حل. دابا حاليا اخبار الاخيره اللي عندي، سميتو واحد السيد قال لي بالله الدريه غادي تقرا وغادي نتكلف لك بها ونقريها لك، ولكن انا الدري ما غاديش يقرا ليا. اه الدري دخلت تقرا، ولكن الدري انا المشكله عندي الدري الكبير غادي يدير عليا غيتشرد ليا، خاصو الاستعطاف يدخل يقرا ليا، والدري صافي ما بقاش حتى نورمال. اكيد غيتضروا. اي الدراري تضروا بزاف اكثر من القانون، يعني لواحد الدرجه ما نقولش ليك، يعني ملي يولي الدري عنده 10 سنين كيهز لك السير، يهز لك السير، هو كيصرف عليك، هو كيجيب لك ما تاكل، يعني وصلت فيك الدرجه يعني صافي. هذاك الشيء اللي كان هذاك الشيء اللي كندير انا كيديروا، هذاك الشيء انا مش كنمشي كنبيع كلينيكس وكنبيع الباطي صافي، هذا هو المينا اللي كندير. باش يعاونوا معايا باش نخلص الكرا، باش نخلص هذه، باش نجيب اليوم هذه، ماما خاصنا هذه، ماما نجيبوا هذه، يعني ما بقاش يعني الحقوق ديالهم دمرات، يعني الحرمان الحقوق ديال الطفوله ديالهم دمرات، يعني ما بقاوش عندهم حق حتى كيلعبوا مع الدراري الصغار، ما بقاش عندهم حق. شو طفل عنده 10 سنين يعني باقي طفل، باقي خصو يلعب، باقي بزاف د الحوايج، يعني بزاف د الحوايج، يعني هو باقي هو ولا هاز لك مسؤوليه، كيفكر ناري ماما العيد جاي، ناري ماما العواشر جايه، ناري ماما الكرا، ناري يوصل ماما هذه، يعني ولا كيفكر اكثر مني، ولا التفكير اللي كيفكروا هما اكبر منهم، زاد كمل عليا انا صافي.
هادشي كي دمرت في الداخل ديالك بزاف، يعني النفسيه ديالي دمرت لاقصى درجه، واحد المستوى ما تصوراش اخويا، يعني حتى يعني ولا في الوسواس، وليت مريضه ما كنتش كنركز ديال ما بقاش كن اقل من حاجه كنولي نغوت نولي نبكي غير بالله. واش نقول لك اخويا ليلى، لا انا كنطلب يعني شي حاجه، يعني شي واحد يوقف معايا غير نرجع وليداتي من المدرسه ويعيشوا بحال عباد الله صافي. يرجعوا للدراسه باش ما يضيعوش، هذه هي اقصى حاجه، حيت وصل عندي لحد الاقصى، يعني صبرت قلت كمان ندير نلقى شي واحد، نلقى شي كيما يسهل سي ربي كمان نوقف، ولكن وصلت شهر 8 وما لقيتش، وانا شديت الفراش يعني ما عرفاش انا كان عندي هذا المرض هذا ديال السياتيك، يلا عرفته دابا جوج سيمانات باش عرفته، بدا كيتكال لي القروش ديال الدار ديالي، بدا كيتكال يعني ما كنتش قديت نوقف، ما كنتش قديت نجلس، منع لي الطبيب نهائيا بالكل هذا الموقف هذا اللي واقفه دابا، يعني راه كلي كنقطر بالعرق ما كنقدرش نوقف يعني فوق الطاقه ديالي، يعني وهكاك وكنخرج باش ما نخليش وليداتي يضيعوا، ما يعني باش غادي نقول يعني كل نهار كيزيد في السنه النهار كل نهار كنقول يعني ما عرفتوش مناش يعني قلت لك انا ما عرفتش راسي يعني علاش هادشي كيوقع لي بالذات انا، واش الناس كاع واقعين فيه ولا غير انا بالذات، يعني بعض المرات كنوصل كنقول انا صافي خاصني نحيد كاع من هاد الحياه، علاش انا غنبقى عايشه، يعني ما درت والو، كنشوف راسي تما كنقعد شويه كنزيد كنهبط لتحت، يعني صافي يعني بنادم كيقول لك يعني عييت راه عيا انا بعدا عييت، انا بعدا هذا اللعب عييت، يعني كل نهار كنقول غادي تجدد واحد الحاجه يعني والو، يعني غادي وكتزاد كطيح اللور كتقال عليا. شت الشهر دابا كتسنيت الشهر ديال الكرا شحال كاري نتوما؟ كاريه ب 1000 درهم عاد الموضوع كنخلص الموضوع، حيت المكانه ديالنا كنقسموا حنا ثلاثه الكرايه كاريين، كنقسموا حنا ثلاثه الكرايه. اليوم شنو النداء ديالك؟ انا النداء ديالي للمحسنين، انا بغيت وليداتي يقراو ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه كما كانوا عايشين، هادشي اللي بغيت، انا بغيت شي واحد اللي يوقف معايا وليداتي يرجعوا كيقراو ويرجعوا يمشوا للمدرسه ونرجع نفرح بهم كما شحال هادي ونتسناهم في الدار كما شحال هادي. الزوج ديالها يعني ولا بحال عالم سليمه ما بقاش كيقدر يخدم ولا يعني في مشاكل، الزوجه كذلك عندها مرض من الاطفال كذلك خرجوا من المدرسه يعني كيعيشوا في مشاكل كبيره. نتمنى منكم مشاهدينا الكرام ولا شي واحد فيكم اللي حاضر انه يعاونهم نهائي الله يعاونهم في الراس مساكن هما ما طالبين والو باغيين يوليو باش يرجعوا كيقراو. حتى انت الاخ باش نخشوا معاه انت عارف كانك يعني تعود على عندك يعني كتشوف الظروف كيفاش كتعمل شفتي الحاله ديالي راه كتشوف الحاله ديالي في الراس راك شفتيها شوف كنبقى لك هاد الدموع جاولهم في الشهر. دابا انت باغي تخدم ولا كيما قاعده؟ ما قاعده فهمتو دابا لحد الان بقى عمرك مشيتي دير شي كونترول على راسك؟ لا والو مال باش غادي هذاك اللي ولو كان غير دم مليح ماشي وثقبها بالليبره مازال زاد عليها وثقبها بالليبره وخرج غير شويه من ديال الجبر باش يعني باش يهمد عليه ذاك الحريق ترتاح ما بقاش داك الالم، داك الالم كان كنت كتاكلني داك الوعي كان كيحرقني بزاف ولا تقوى بلي النداء ديالك النداء ديالي هما الوليدات ديالي الا كان شي واحد شي محسن اللي يشوف معايا يشوف الوليدات ديالي الله يرحم الوالدين يرجعوا يقراوا الدراسه ديالهم الله يبارك فيك بارطاجا باش الناس كلشي متعاطف معاكم وكلشي يعني كلشي بقيتوا فيه بحكم ان انتم اسره ويعني الوليدات ديالك كاين باش عندكم مرض وجبعه ان شاء الله ان شاء الله باش تقولوا شي حاجه كلمه اخيره. المره ديري تدو ما لقيناش باش نشريو لها والله ما لقينا باش نشريو الدواء. سالف ريال ديال الدواء والله ما لقيناش. هذه دابا تشوفوا وتشوفوا الوثائق ديال الدواء اللي كاملين والراديو وداك الشيء اللي درت. نطلبوا من سيدي ربي يدير شي تاويل ديال الخير من عنده. الشيء اللي نطلب من سيدي ربي كنقول الله يعطيك الخير وكذا الشيء اللي غادي. السلام عليكم. باش تمشوا معنا مشاهدينا الكرام يعني ما كلشي سمعتوه وكلشي شفتوه. اذا كنتمنى منكم انكم تتصلوا وتبارطاجيو هذا اللايف هذا باش نحاولوا نفرحوا هذه العائله. اذا ودي هذا مشاهدينا في التاريخ هو البث اخر دمتم في رعايه الله والى اللقاء.